كل حال خليني اروح مع حضراتكم، لان برضو المبادره اللي جايه اسمها احنا سمعنا قبل كده من وزاره الشباب والرياضه واتكلمنا عنها لكذا سنه كمان، اللي هي مبادره درجتك صحتك. بس مش دي خالص المبادره اللي انا هتكلم مع حضراتكم فيها دلوقتي. اللي هتكلم فيها دلوقتي اسمها درجتك دخلك. ايه بقى الفرق منها؟ دي برضو اطلقتها وزاره الشباب والرياضه، بس الفكره فيها ان انا بقسط، انا كوزاره شباب ورياضه بقسط العجله دي للاشخاص، مش علشان يمارسوا رياضه، لا، علشان درجتك دخلك، علشان يقدروا ان هم يستخدموها كناس او يشتغلوا في الدليفري. يعني في تعاقد كان مع شركه، طبعا مش هقول اسم الشركه، بين وزاره الشباب والرياضه وشركه ما يعني، او شركه ما، والشركه دي هي اللي بتوظف الناس دي او الشباب دول اللي بيشتروا هذه الدراجه، وبعدين من خلال الدراجه دي يقدروا ان هم بقى يعيشوا، يعني يفتحوا بيوت او غيره، لان الدخل بتاعها برضو بيبقى يعني معقول كويس جدا. والعجله بيجيبوها ازاي؟ العجله بيجيبوها بالتقسيط، وكمان اسعار بتكون مخفضه من قبل وزاره الشباب والرياضه. على كل حال انا اديت لحضراتكم كده فكره عامه سريعه، لكن خلينا نشوف هذا التقرير عشان نعرف تفاصيل اكتر. وزاره الشباب والرياضه ان احنا بنطرح ده ايضا من خلال الموقع الالكتروني، الشباب بتيجي فبياخدوا الدراجه فري خالص، وبنعمل لهم تدريب كمان عليها ازاي ان هو يعمل ديليفري، وبقت مشروع الشخصي، وبنحط كمان اقل من 1000 جنيه برودكت او منتجات معاه، وبيبدا ان هو يعمل فكره الديليفري من خلال العجله. اكيد ان شاء الله دي المرحله الثالثه اللي احنا بنوزع فيها، اكيد هنطور ده كمان لحاجه كهربائيه في المستقبل، لكن هي يعني بتلاقي اقبال شديد جدا من الشباب الحقيقه، واصبح بقى خلاص يعني دراجتك بقى دخل ومشروع للشباب. هو طبعا المشروع ده هدف منه مشروع دراجتك دخلك، منبثق من مبادره دراجتك صحتك اللي بتنفذها وزاره الشباب والرياضه بقياده معالي وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي تحت رعايه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. الهدف من مشروع دراجتك دخلك اللي منبثق من المبادره الرئيسيه لدراجتك صحتك انه يوفر 30,000 فرصه عمل للشباب مجانا، اقتناء دراجه مجانا يشتغل بها بضائع بسيطه بهدف زياده الدخل بتاعه. احنا بدانا بالقاهره الكبرى، القاهره والجيزه والقليوبيه، ان شاء الله الدفعات الثانيه باذن الله هنشمل كل محافظات مصر. المشروع ده هو حضاري يعني متماشى مع السياسه العالميه اللي هي الانبعاث الحراري والمناخي والحاجات دي، فانا شايف ان ده مشروع صغير بيبدا بيه الشاب وبيبدا يكبر نفسه، ووزاره الشباب والرياضه واقفه جنبه ودعمه دعم كامل. ايوه طبعا انا مبسوطه جدا ان انا اخذت العجله، وان شاء الله انا هعمل مشروع. انا اصلا برسم وبعمل منتجات فنيه وكده، فان شاء الله العجله هتساعدني جدا في توصيل المنتجات بتاعتي للناس. وكمان عندي فكره ثانيه ان انا اعمل بيها مشروع ثاني، ان انا اوزع بيها الورد بجانب المنتج. العجله هتبقى فكره كويسه جدا ان احنا نفتح بيها مشروع ورد ونبيعه في الشوارع كده، وفكره مش تقليديه يعني. انا شايفه ان هو في مساواه كبيره جدا ما بين الولد والبنت، ده خلينا يبقى عندنا استقلال اكتر، زود المساواه عندنا اكتر، ادينا تحفيز اكتر ان احنا ننزل، ولو عندنا اي مشروع لا بجد ننفذه على ارض الواقع يعني. اولا احنا قدمنا على المبادره، حصل معانا مقابلات، وحصل بعد كده تدريب على الدراجه. الدراجه بتوفر للشباب كلها فرص دخل، اللي ما عندوش فرص دخل واللي عنده مشاريع بتسهل عليه طرق تسويقها او طرق التوزيع بيها. لو كان حد بيسوق منتجات على الانترنت وبيقدم خدمات توصيل يقدر ان هو يستخدم العجله في التوصيل، هتوفر له دخل، هتوفر ليه الانتقالات اللي كان بيصرفها ان هو يستخدمها بالعجله. العجله ممكن تفتح لناس كتيره مشاريع، ان انا ممكن اشتغل بيها في اماكن توصيل برده، حتى لو انا مش عندي مشروع، في بعض الزملاء ممكن يكون عندهم مشاريع توصيل برده ممكن اوصل معاهم. فالعجله مفيده لكل الشباب انها توسع الدخل عليهم وهتفيدهم بان هم يحسنوا الدخل بتاعهم كويس. أنا بحب جدا فكرة إن الواحد يسعى، يعني مبادرة زي دي بغض النظر عن المبادرة دي تحديدا، بس أي مبادرة موجودة بتساعد الشباب بجد دي مبادرة لازم نقول عليها مبادرة محترمة من أي جهة كانت، يعني مش لازم حتى وزارة الشباب والرياضة، من أي جهة في مبادرة معمولة لخدمة الشباب، هذا القطاع الكبير اللي هو مستقبل مصر بعد كده، أعتقد دي حاجة بتكون محترمة جدا، لأن أنت عندك شباب متخرج من جامعات وشباب حاصل على تعليم حتى متوسط، بس للأسف الشديد وممكن يكون في منتصف يعني الثلاثينات واوائل الثلاثينات ولسه ما قدرش ان هو يبقى عنده دخل حتى ثابت. فقصه ان انا
كدولة أنا بدعم، أنا بحاول أن أنا أساعدك على قد ما أقدر، أنا بحاول أن أنا أذلل لك بعض العقبات. أعتقد دي حاجة محترمة. وفي نفس الوقت على الصعيد الثاني، الإنسان اللي مش انهزامي، الشاب اللي مش انهزامي، نشوف حضراتكم أكيد في حياتنا كلنا بعض الأشخاص اللي هو الإنهزامية، اللي هي أنا هعمل إيه ولا إيه، ما أنا أصلا أنا إمكانياتي كده، أصل مش حاجة اسمها كده. طول ما إحنا في الدنيا إحنا لازم نحارب، إحنا لازم نحاول ونشوف نفسنا أحسن ناس. هيبقى في صعوبات، هيبقى في ناس بتحاربنا، هيبقى في ناس مش عايزاك توصل لأي حاجة، بس أنت لازم تصر ولازم تثق انت مين. هي ده او هو ده اللي انا اعرفه. فشباب زي الورد زي ما حضراتكم شفتوا بجد ما صدق ان عنده حاجه زي كده، قال لك انا ممكن استخدم العجله في ديليفري، ممكن استخدم العجله اعمل مشروع ورد. كل دي حاجات تحترم، وانا بطلب من حضراتكم وبطلب من نفسي قبل اي حد ان احنا لما نلاقي شباب زي ده نحاول ان احنا نساعد. يعني بدل ما اروح لمحل فاخر جدا وفاخر جدا مثلا بتاع ورد، لو لقيت حد كده على العجله عامل مشروع صغير شاب او شاب اساعده اشتري منه هو. فنقدر ان احنا نساعد بعض، الدنيا تمشي. فشيء محترم جدا، وتحيه للشباب اللي عايز ينجح، اللي عنده اصرار، اللي عنده كرامه، اللي عايز يحقق حاجه في حياته باقل امكانيات. مين عارف ممكن يبقى ده بعد كده او تبقى بزنس مان او بزنس وومن، وحاجه محترمه جدا. مفيش مستحيل، مفيش مستحيل في الدنيا بجد، بس المهم ان الواحد يسعى ويصر على ده.